رجل يفتح النار على الناس خارج ملهى في كونكتيكات. جرح 5 أشخاص على أثر إطلاق نار في ملهى في ستامفورد كونكتيكات صباح يوم الأحد. دايمون ويلز البالغ 22 عاما بعد أن أطلق النار عشوائيا وجهت له تهمة الاعتداء من الدرجة الأولى. وقع عراك عنيف بين 20 شخصا في ملهى التينو في ستامفورد داونتاون. تصاعد العراق بعد تعرض ويلز للكمة على وجهه بعد خلاف حول سيدة، فسحب مسدسه وأطلق 10 رصاصات فجرح 4 رجال وسيدة. ويلز رمى مسدسه الكالبر قبل أن يهرب، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى ستامفورد لتلقي العلاج. عثرت الشرطة فيما بعد على المسدس وأفادت بأن صلاحيته منتهية، أما ويلز فقد بلغت كفالته $1,000,000 وسيعرض على محكمة ستامفورد العليا الأحد المقبل.